كابتن حسام البدري استقر على التشكيلة النهائية اللي يخوض بها مباراة اليوم الأهلي وبتروجيت في استاد السويس الساعة 6:45 إن شاء الله انطلاق هذه المباراة. أبدأ معاك يا كابتن ميدو في حراسة المرمى اللي بيعود من جديد شريف إكرامي، خط الظهر من اليمين للشمال أحمد فتحي، محمد نجيب، سعد سمير، صبري رحيل، في المنتصف هشام محمد وعمر السلية وأحمد حمدي وكريم ندفد، وليد سليمان ووليد أزارو، في دكة البدلاء إسلام محارب، محمد شريف، علي لطفي، مروان محسن، باسم علي، ميدو جابر، محمد هاني. يمكن في طبعا بعض التغيير في بعض العناصر في التشكيله، يمكن نشوف احمد حمدي من جديد بيبدا مباراه اليوم، كريم ندفد في عدد كبير زي ما انت عارف يا كابتن ميدو مصاب وراجع من تاهيل، على راسهم الشناوي وعلي معلول وحسام عاشور، يمكن اكرم توفيق كمان بكماني، عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي بجانب كمان حارس المرمى الشناوي، عدد كبير عنده اصابات، عائد من التاهيل ايمن اشرف كمان بيغيب النهارده للحصول على 3 انذارات. لكن زي ما عودنا الكابتن حسام البدري بيكون في تجهيز لكافه اللاعبين، وزي ما احنا عارفين فرصه كبيره بعد حسم الدوري طبعا للكابتن حسام البدري وفريق النادي الاهلي، فرصه لمشاركه بعض اللاعبين والحفاظ بشكل كبير جدا على النتائج المتميزه والرائعه، وايضا كمان تحطيم الارقام القياسيه. النادي الاهلي اليوم على موعد مع تحطيم الارقام القياسيه ليه بالنسبه طبعا لعدد الاهداف، اختتم مباراه وادي دجله ب 70 هدف في موسم واحد، ينقص ان شاء الله هدف ويكسر الرقم الخاص بنادي الترسانه موسم 63 64. بنتمنى طبعا كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي، 3 نقاط رغم حسم بطوله الدوري العام، لكن في دوافع متجدده لدى لاعبي النادي الاهلي. كابتن حسام